السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صنودي. النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد النبتة اللي عندها بزاف ديال المزايا. هاد المزايا نذكرهم من الاولين وعاد ندوزو النبتة. المزايا وهي اذا كانت شي انثى، يعني نتوما حاسبين لها الوقيتة اللي غادي تولد فيها، ويعني احنا كنسميوها الولادة المتعثرة، يعني فاتها الفوت ولكن بواحد النهار او يومين. هذيك كتبقى مسكينة ما قادرة أنها يعني تخرجهم، ما قادرة أنهم يبقوا فيها، وهي مسكينة راه كتكون غير يعني خصها واحد. الأغلبية ديال يعني المحترفين كيديروا لها واحد ليبرا اللي سميتها رانفيت، هضر عليها لوكسيتوسين. هذه يعني تقدر ديرها ك يعني مواد ديال الدواء، مواد كيميائية. أما هاد النبتة 100% غير كديروها بعد واحد 10 دقائق يعني كتخرجهم. كاين عاوتاني هاد النبتة عندها كنا هضرنا على المزايا، كاين واحد المزايا أخرى وهي أن واحد الأرنب ولا هزيل ما كيقدرش ياكل، درتو معاه جميع المحاولات ما بغاش ياكل، بدا كيتعظم صافي ولا كيقول لك صافي قريب يموت. هاد النبتة هادي كذلك صار حاله، يعني كديروها له يعني كتبخ وكتحطها مع شوية ديال العسل، ديرها له مع شوية ديال العسل وكتعطيها له. المزايا الثالثة يعني للصالحة هاد النبتة عاود، ملي كيكونوا هي في الحقيقة كمضاد حيوي، ملي كيكونوا يا المرضى قليل اللي كتكون اللي كيوصل لها، ملي كيكون الديدان في الكرش، هادي ملي كيكونوا دوك الزبيلات ديالهم كيخرجوا معهم واحد الدويدات صغيورين. هادي مرض يعني نادر، ولكن حتى هاد النبته هي اللي كداويه. هاد النبته هي الشيح معروف يعني عند الناس كيديروه ك يعني نكهه في القهوه. اغلبيه الناس كيديروا واحد شويه ديال الشيح كيديروه مع القهوه كتعطيهم واحد النكهه زوينه. ولكن بالنسبه للارانب بهاد الثلاث مزايا اللي ذكرنا راه في الحقيقه مجربه. حنا ديما كنديروا هاد في القناه واحد النوع ديال يعني العصرانه ما بين العصري والتقليدي، يعني كنسول حتى الناس ديال بكري، يعني هاد المعلومات هادو. الناس ما كانوش كيديروا الادويه بكري، كانوا كيديروا غير يعني نباتات كيلقطوها، ولكن كل نبته عارفين لاش كتصلح كيديروا النباتات. هي في الحقيقه راه كانت كمضادات حيويه، ولكن حنايا في هاد الوقيته هادي ولينا كنستعملوا الادويه العاديه، يعني الادويه الليبرا تسمم دموي تسمم معوي، ولكن هادوك الناس ديال بكري الا قدرنا ناخذوا من عندهم تجربه، لما لا اننا نكبروا هاد القناين بطريقه طبيعيه، وفي نفس الوقت حتى يعني الاثمنه راه ماشي رخيصه، راه كاين اللي كتغلبوا الثمن ديال الادويه. اذا هاد النبته ديال الشيح راه معروفه، اما تشريوها يعني عويدات اما تشريوها غبار. الطريقة ديال الاستعمال وهي انكم كديروا واحد المعلقة كتبخوها في طرو ديال الماء، هذاك اللي طرو ديال الماء صافي كتخليه عندكم، وكديروا معاه زيت عفوا عسل عادي. انا ما كنقولش شحال من واحد كيقول لك كاينه شي بعض القنوات اللي كيهضروا على شي حوايج ماشي متاحة، يعني كيقول لك مثلا العسل الاسود ولا هذه، لا العسل العادي ولا كان حتى السكر ديروه معليش، المهم غير خصها يعني هذاك الشيح يتحلى باش اما اي حاجه حلوه. العسل العادي اللي كيدير مثلا 7 دراهم ولا سمويه، ولا كيدير 12 درهم للكيلو، يعني كديروا غير معلقه راه ماشي غادي ديروا بزاف. اي حاجه خاصه بالقناين حاولوا انكم تكون شي حاجه بسيطه، لان هذوك الناس الاولين كيفاش كانوا كيربيو القناين راه ماشي كانوا كيخسروا عليهم الفلوس، ولا راهم كانوا كيديروا اشياء بسيطه. اذا هذا الشيح راه عنده ثلاثه المزايا. الا كان الارنب هزيل صافي انتم قلتوا صافي غادي يمشي غادي يموت، لا
هاد 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 الوصفه ان العسل العادي واخا غير سكر كما قلت لكم ديروه لهم مع الماء ومعلقه من هذاك الماء اللي طبختوه ديال الشيح. الشيح راه نبات معروف، راه الا مشيتوا للعطار ولا انا كنظن بان اي دار كتكون متوفر عندهم الشيح. كاين قضيه ديال مضاد حيوي يعني كيحيد السموم اللي كاين في الكرش، وكاين الارنبه اللي مسكينه كتكون باغا تولد وما قادراش كتحسوا بها داك الشيء بقى لها في الكرش ولا تعثرت في الولاده ديالها، هاد الشيح غير كتعطيو لها كونوا متاكدين 10 دقائق ربع ساعه كتكون ولات. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، كل يوم معلومه جديده والخير جاي لقدام ان شاء الله. مشاريع صغرى بسيطه الحمد لله، هذا الكائن الصغير راه مسلي ومربح للغايه. الناس اللي جربوه راهم عارفين القيمه ديال هاد الارانب. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه يشاركوا، عواشركم مبروكه، وتقيوا على زر جيم كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.